الحضور ديالي فرحان، اول مره غنحضر في هذا المهرجان ديال الدار البيضاء، وكيبان لي هذا المهرجان ان شاء الله غادي ينجح، لانه كيستضيف وطنيين، ممثلين وطنيين، ممثل دوليين، فخور مصريين جايين هنا. واحد الكلمه، هو مهرجان دولي حتى هو كان ناجح، مي دابا كيبان لي ما عنديش، ما غاديش نعطي عليه الاراء مزيان. علاش؟ لانه ولا كيستضيف البراني وكيعطي القيمه البراني اكثر من الممثل اللي عطى، اكثر ممثل مغربي اللي عطى كثير، واللي عانى ومساكن من السينما المغربيه، ولينا كنشوفوا وحده كدير ثلاثه المشاهد وكدوز في طابيغوج ديال المهرجان ديال مراكش، والناس اللي ضربات 40 عام في الدومين وما كناش كنشوفوهم، ما كيانفيتيوهم، ما كيعطيوهم. كاين ممثل اللي كيجي يحضر في طابيغوج وكيمشي يتغدى باللوبيا وبالعدس في مهرجان ديال مراكش، ما كيوفروش ليه الماكله، ما كيوفروش ليه لا لوطيل. هو المشكل ديالي الحمد لله غادي مزيان مع جيليراسيون ديال الويب، خدام مزيان، كنلعبوا لي كابسول من رمضان الحمد لله، تنشطوا الناس، كنلوح الفيديوهات السيلفي ديالي، وتنشكر الناس تما اللي كيخدموا معايا، مراد العشابي، الدراري اش ام دي برود، كنشكر المخرجين بزاف اللي كيوقفوا معايا تا هما كاكتاريس، سيرتو اكتاريس بزاف، حليم بيض، هادو كلهم اللي كيعطيو الاهميه اللي عنده الموهبه ديال الويب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.